معنا الهامور ابو سبيعي سعد. اي الهامور والذهلي مهمين. سعد سبيعي مرحبا ومسهلا. الله يصبحك بالخير. صبحت بالنور والسرور. وين النظارة نفدى وجهك؟ موجودة. تكفى تكفى البسها. دقيقة. البسها خلينا نشوف. هامور على حق وحقيق. كيف الحين؟ الله يصبحك بالخير. صبحت بالنور والسرور. البركة يا سعد. الله يبارك فيك. تسمح لي بسؤال قبل أن انتقل للنقاش؟ سم. ايش هو شعورك؟ هل كنت تتوقع انك تصير هامور او لا؟ والله كنت متوقع. كفو كفو نسمع هاني. انا ما ادري انت، احنا انت في اخر البرنامج رتبت التفاوض، وش ترسيته عليه من التفاوض؟ ايش سويت انت؟ كسرت ظهر مفلح ولا باقي في المطعم؟ والله العظيم ان مفلح يستاهل. انا قلت له 25%. اسلم. وحسيت ان الرجال شوي ينوجع، ما ادري ايش جاء. قلت له يا ولد، قال 20، قلت له 20، قال 15، قلت يا رجال براسك 15 ما نردها. كفو يا سعد. سم. يا سعد، هي الهامور جتك فرصة حياتك الآن في البرنامج. طيب هذول داخلين بخسارة في المطعم، هو شركاء. أنا ما لي دخل فيهم، يخسرون، أنا فرصتي إني أدخل. أنا لو منك يا سعد ما أدخل باقل من 50%، ولا نزل أسعار، خلي الشباب كلهم يستفيدوا، أدمر الدنيا. لا بقول لك شيء. أنا 15% سعد والله حرام. بغض النظر عن ظروفهم، ظروف مفلح وذي، أنا بالنسبة لي مقنعتني. طيب يا سعد، ال15 أخذتها من مفلح ولا من؟ لا من مفلح. يعني مفلح بدل ما هو ب50 نزل صار 35. صار 35 وانت 15 والشباب 25 25. الله 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 يبارك لك. طيب علي بالعربي، انت كسرت مفلح. ها كسرت مفلح، اعطيته من النهايه. كسرت لو اني ماخذ 25. لا انت ماخذ 5، انت بيني وبين نسبه الشركاء الثانيين اللي دخلهم معه 10%. ايه يعني هو ربحه صار 10% وهو صار 35 والبقيه 25 25، وانت قسمت منه 15%. اي عادي تفاهم معهم. يا مفلح وترد على الله، ان الله يرزقك من وسع فضله. الله يبارك زياد، الله يهنيك. بس انا عندي تعليق بسيط. عيوني يسلم. وعندي عتب على اخوي علي الغامدي. البرنامج برنامجكم. اسلم يا حبيبي. في كلمه قالها اخوي علي، ان يا صالح بعدك الوضع مزري. اقول لك يا علي، انا ما ادري هل انت تقصد في الكلمه هذه ولا انها طلعت زله. البرنامج فيه 24 رجال وبعضنا ابو عيال، ورايجي الكبار نعرف ندير امورنا. صالح ما ينكر اي احد العمل اللي يقوم به. اللي ينكر وجود صالح بين اخوياه وتاثيره عليهم هذا جاهل. صالح له دور كبير صح، لكن في معه، مع صالح في كذا رجل، فيه بندر العلي، في عمر الملحم، في ما ابغى اذكر اسماء كثيره موجوده. في رجال الكبار وفي رجال حبيبي سعد. طيب نسمع سعد من علي. حبيبي سعد، الكلمه كانت من باب المزاح على سالفه قبل شوي عشان ما تكون شايل بخاطرك على سالفه صالح. لا بس بوجه لك سالفه، ما هو مو مستقصد، كانت على سياق الكلام. بس هذا اول شيء. اول شيء نسمع سعد. نسمع ما بيكون صغير يا سعد ابدا ومحشومين. هذا ثاني شيء. ثالث شيء كانت زي ما قلت لك على سياق الكلام، ابدا ما هو المقصد انه انتم صغار سن ولا الكلام ما هو موجه لكم، بس صالح كان فعلا مؤثر من هالناحيه. في ناس كثيرين مؤثرين معه. نعم. وناس متواجدين في تهدئه النفوس وناس كبار وعقال، لكن المشكله انه صار اغلب الهواء هالنقطه واصبحوا هذول الكبار مع صالح او بدون صالح، صاروا ايضا شغلهم الشاغل يهدون نفوس. طيب يا علي سعد، عشان الوقت. صالح طلع امس والمشكله صارت مشكله واحده اليوم، ولا هي مشكله، كان في مجرد خلاف، فالامور ما ضاعت، الامور طيبه. طيب وحنا اخوان وفي رجال كبار عقولها فيها تدير الامور كلها. طيب سعد نسمع يا حبيبي ابو فزاع، وترى علي قالها هو يضحك مزاح. ايوه ابغى تستفسر بس سات علي، هل هو كنت تمزح ولا قاصد؟ بس اجعلني جكيت. تسلم يا ابو فزاع. سعد لبيه تمزح اكيد يا متزرك يا تمزح يا سعد. ها اقول قاعد تمزح ولا من جد تتكلم؟ امزح في وش؟ تمزح مع علي ولا اتكلم من جد انت؟ لا والله بس بغيت استوضح الموضوع بس. طيب انا شاكر لك انك اليوم انت كنت ماخذ دور، هو فعلا هذا دور اي انسان يشوف مشكله ان يحلها، وكنت انت وعمر الملحم قاعدين يعني على قولهم تلطفون الاجواء، اهنيكم صراحه كلهم بعد. وانا اشوف اوجه رساله لمفلح على موقفه وعلى تراجعه وعلى اعتذاره، وهذا والاعتذار ابدا ما ينقص من الرجال اللي يرفع منه. كلام. والله يبيض وجهكم جميع. ووجهك يا ابو فزاع. يعطيكم العافيه. طيب الله يعطيك العافيه يا سعد، ما قصرت يا حبيبي. الله يعافيك. قواك الله قواك الله يا ابو.